وقعت اشتباكات بين أكراد محتجين على هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الأخيرة على بلدة حدودية سورية والشرطة في تركيا. وألقى المحتجون على الشرطة القنابل الحارقة والألعاب النارية، في حين استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين في بلدة جزري جنوب شرقي تركيا الواقعة على الحدود السورية. وكان المتظاهرون يحتجون على شن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات استهدفت بلدة كوباني السورية. وبدأت الدولة الإسلامية هجومها على كوباني منذ أكثر من أسبوع، وحاصروها من ثلاث جهات، وفر أكثر من 140 ألف كردي من المدينة والقرى المحيطة وعبروا الحدود إلى تركيا. واستهدفت الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة مقاتل الدولة الإسلامية في أماكن أخرى في سوريا، لكن بعض المسؤولين العسكريين الأكراد قالوا إنهم جعلوا الوضع في كوباني أكثر خطورة ودفعوا المقاتلين السنة نحو الحدود التركية. وتنفي تركيا أنها قدمت أي دعم لمتشدد الدولة الإسلامية، لكن دولا غربية تقول إن حدودها المفتوحة أثناء الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في سوريا سمحت للدولة الإسلامية وجماعات المتطرفة بأن تزداد قوة. والجمال رويتر.